هنسألك وعم حداك يا حمد عربي. الله لا لا والله رجالة سمكة كبيرة زي ده يا جماعة تيجي نازل على طول بشوية الغلة كده وشوية العلفة الطيبة بتاعتها عشان تلحق الايه؟ بقية السمك. برضه نادي في قلب الدور هنا انت مصفر عليه. اللي جاي احلى ان شاء الله. السادة يا جماعة لما بياخد سمك يبقى مزاجه عالي قوي. سبحان الله الصيادين دول غلابة والله. ولا بيفرق معاه فلوس ولا بيفرق معاه اي حاجة. هو السمكتين بس. ايوة مستر ابن خالي. بتقول ايه بقى مستر؟ ده سمك حمام. بص بيرفرف ازاي بيجي. طب بص هات جنب هات ايدك كده الجنب التاني. حلاوتك وحلاوه الحمام يا بس الحمام بيرفرف ازاي. هتمشي على حد؟ على كل الصيادين حلوين. طب خد عشان انا معايا غمزه ولا ماشي طلع سمك ده. يا شباب عشان تبقوا فاهمين النهارده الرحله بتاعتنا ماشيه ازاي احنا كان لينا تصريح مع اخ فاضل لينا استاذ هاني الشامي في رشيد فكنا رايحين نجيبوها وقلنا هنجرب النهارده بغاز رشيد دخل على المغاخل رحنا للاسف لقينا البحر عالي خالص ما عرفناش نوقف وقفنا والله في وش الريح واتغرقنا وكده ولكن ربنا ما قرطش السمك كان قليل خالص ان احنا كنا عايزين نصطاد بوري والبوري ما كانش معانا النهارده فطبعا انا كخبرتي كصياد متعود دايما يبقى معايا غله يبقى معايا عجينه جيت على الميه الطيبه دي كنت متوقع انها تكون شغاله في الايام دي والحمد لله والله ربنا كرمنا منها احلى كرم هتفرجوا ان شاء الله على فيديو كويس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب يكون الجميع بخير كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله احنا النهارده في رحله جديده من رحلاتنا وقت رحال النهارده ان شاء الله احنا لسه جايين في بوغاز رشيد عاملين تصاريح جديده بالنسبه للناس اللي هي كانت بتسال على التصاريح الجديده طبعا يا جماعه بنذكر بالكلام في تصريحين تصريح اللي هو من المصايد او من الموارد المائيه ده بيبقى بسنه تكلفته 35 جنيه وفي تصريح تاني بالنسبة للمالح وأماكن حرس الحدود التصريح ده برضو ب 35 جنيه ولكن يشترط معاه إن أنت يكون معاك فيش رباعي بتقدم الفيش بتاعك لمكتب مخابرات حرس الحدود وبتقول له على النقطة اللي أنت عايز تسرح منها وهو بيحطها لك إن أنت هتسرح من المكان المعين طبعا عشان تعمل التصريح ده لازم تكون أنت عارف أنت رايح فين وجاي منين في تصاريح تانية بتبقى مفتوحة لأكتر من مكان حدود بس احنا مش عارفين بتعمل ازاي بصراحة ممكن تكون بتنطلب برضو من مكتب المخابرات لسه ما مرناش بالايه بالخبرة دي ولكن الخبرة اللي احنا مرينا بيها ان احنا كنا عاملين تصريح قبل كده ولما جينا نجدده اشترط معاه بعد 3 شهور فيش تاني طبعا انا سألت برضو في مكتب المخابرات وقالوا لي انه اشترط مع كل تصريح فيش جديد الناس اللي هي فوق الستين سنة دي ملهاش فيش خالص طبعا تحياتي الحاج محمد السيد القناطر الخيرية هو اللي قال لي على المعلومة ديت لانه هو كان مر بالتجربة دي طبعا برضو بنقدم تحياتي للحاج عادل حامد والحاج جمال خرشد احسن ناس طيبة يعني والله وداعمين لكل قنوات اليوتيوب بمشيئة الله النهاردة زي ما قلنا احنا في بوغاز رشيد هنا لقينا البحر عالي كده زي ما انتم شايفين احنا جايين في ريح شمالي شرقي
بحر متر و10 سنتي، يعني هو مش ملائم جدا لصيد الشط، وهنتغرق هنتغرق وان شاء الله هناخد سمك. يعني هنستفتح اليوم بتاعنا، احنا مجهزين عود، واخدين عقلتين 2 متر، معانا دود مشرشف طبعا، ومعانا عجينه. العود اللي هو ال 2 متر ده هنحاول نجرب بيه كده في البرك في دود مشرشف. الفيديو ده بمشيئة الله فيه سمك او مفيهوش سمك نازل، ولكن الفكرة ان هو لو فيه سمك الفيديو هيبقى اطول من كده، لو مفيهوش سمك هتبقى دي نهاية الفيديو. طبعا انت هتعرف منين؟ من الوقت اللي هو معاك في الفيديو. تحياتي لحضراتكم، اخوكم سامح طالقة. ان شاء الله ربنا وفقنا ونقدر نقدم لكم فيديو كويس النهاردة. بس بالله يا جماعة الدعمكم لينا باللايك، اللايك ده يا جماعة بيشهر الفيديو وبيفيدنا احنا كيوتيوبر ان الفيديو بتاعنا ينتشر وكده. يعني تحياتي ليكم، يا تخليكم معانا يا اما السلام عليكم، احنا مع بعض. طبعا احنا ما توفقناش في البحر النهارده لان البحر كان عالي، فقلنا نجرب الميه دي. ربنا المستعان، ده اول استفتاح، ان شاء الله يكون لنا نصيب ونعمل لكم فيديو حلو النهارده. ما تنسوناش في اللايك يا جماعه. يلا حياتي للمستر امير ابن خالد. يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. احلى فيديو واحلى رجاله ان شاء الله. بنضرب طبعا على جنب عشان نبعد السمكه عن الدور. اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. كل مأساة واحدة يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. ده المستر ما بيفصلش، ما بيفصلش يا مستر، كله ورا بعضه ورا بعضه على التركيبة يا جدعان. يا رب يا كريم. بسم الله. النبي بصوا يا جماعه، هو ده صيد الغله. تنزل على الدور ترمي غلتك، الدور يعفر تاخد سمك بمشيئه الله. غير كده بتبقى زي ما قلنا لكم الميه ملعوب فيها زي ما قلنا في التليفونات القديمه. ولو انتوا شايفين انا بنصطاد بغمازه والله، ولا ريشه ولا غيره. المفروض ان هي كده في حنكها، بس انا ايه صابر عليها برضو لما تغطس بيها وتملى بيها، لعله يكون ايه ذكر كبير ولا حاجه كده. ماشي بيها الرميه دي من اولها طبعا ان شاء الله. تحيه لصياد الغله المحترم حمدي العربي ومحمد اسماعيل واخويا ماجد حسن، كان جاي معايا طلعة البوري النهارده دي، بس ما حصلش نصيب. يعني احلى مسا على احلى رجاله. الغمزه دي مباشره وان شاء الله ربنا يوفقنا وناخد فيها سمك.
العربي. مساك ورد يا ابو العربي. مساك جميل يا ابو العربي. غمزه مباشره عشان خاطر عيونا. طبعا وانا بنطلع السمكه بنرمي بالزفر بتاعي اللي هو ايه؟ علف على عيش هنوريه لكم دلوقتي. بس يا جماعه ده الزفر بتاعي كنت عامله للبوري، ربنا اراد ناخد بيه السمك على الايه؟ على البولتي. واحلى مسا عليكم. الزفر ده يا جماعه عشان تبقوا عارفينه برضو، على فكره دي زفر سحري والله. ده عباره عن عيش وعلف عاجنهم ببعض بميه، وبنرمي منهم قبل المرايه، يعني نرمي الزفر ده الاول وبعد كده نحط فوق منه الغله. دي المكان، اي مكان تعمل فيه الحركه دي لو في سمك ان شاء الله ربنا هيكرمك، لو ما فيش سمك يبقى خلاص تعملت اللي عليك والعيب مش فيك انت. السمك ده كله واكل على عايم يا جماعه، عشان كان في ناس زمان تقول لك الغله ما بتاكلش غير من على الارض. السمك كله واكل على عايم. يا رب يا كريم، احلى شباب واحلى سمك بالصلاه على النبي. سمك 10 على 10 اهو، احلى زعويلي في الدنيا. صيادين الغله المحترمين حبايبي، مسي على اخويا محمد فايز وهيثم عبد الجواد هاني السعيد صيادين الغله المحترمين. والاخ محمد خيري ابو مريم وعم اشرف ورامي الخوالقه اخويا ومحمد الشيخ، كل سنه وحضراتكم بخير يا شباب. كيلو على ودانه وعم عبده. ماشي النبي، صلاه النبي. ملطوشه بس جميله، انت جبت لهم اللقطه دي يا مستر؟ ما لحقتهاش. يلا خير. صلاه النبي عليك يا حلو. السلام. صلاه النبي عليك. احلى وحش، وحش اهو. وحشة اهوت زعويلي، احلى وحشة اهو حمدي. مساكم وردة رجالة. صلاة النبي يا صلاة النبي يا كريم يا رب. احنا ايه كنا مستكفين بالتصوير يعني، بس الكبير بدأ يدخل فقلنا لازم نمسي عليكم يعني. مساكم ورد يا شباب، مساكم فل بإذن الله ومشيتكم. حمد عربي احلى مسا عليك. حسن ظني، ربنا ما يخيبش ظني. الحمد لله.
طبعا كنا مشغولين مع راجل محترم كده بنطلع له عياشه ورحنا ضاربين دي من غير تصوير. احلى مسا عليكم يا رجاله. جاي في وقت مش وقت. ولا حمدي ولا عتلة حمدي. ديله على ابوه جت معانا ده يا مستر. انت بتشغل كل ده ولا ايه؟ ماشي. احلى مسا يا رجاله. الف على طول يا معلم، الف على طول يا معلم. هو السمكة الكبيرة راحت بس الحمد لله. مباشر يا امير. طبعا احنا كده وصلنا لاخر سمكه في الفيديو، والمفروض ان انت قد لما وصلت لكده يبقى الفيديو ان شاء الله هيعجبك، وقد لما الفيديو هيعجبك يبقى بقى حقنا عليك ان انت تعمل لنا لايك، عشان قلنا اللايك بينشر الفيديو. تحياتي لحضراتكم، اخوكم سامح الخوالقه، قناه منوعات رحاله. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علف توري فنزلت بيه على الدور ده، وبعد كده رحت رامي فوق منها غلب. والله يا ربنا عوض علينا اهوت من البوري، دخلنا على البولتي. الصلاة على النبي، بولتي حلو يعني في التمثيل. الله كريم يا شباب.